بتفاصيل أكثر حول الموضوع نربط الاتصال برضا هني مدير الطاقة والمناجم لولاية نعامة. أهلا بك سيدي وشكرا على قبول الدعوة. مساء الخير لكم ولكل متابعي قناة النهار. نعم، بداية، ولاية نعامة تعتبر من بين الولايات التي تحتوي على إمكانيات تجعلها من الولايات التي ستكون ومن ضمن الولايات المنتجة في مختلف القطاعات. من بين هذه القطاعات لدينا قطاع الطاقة والمناجم، فقط ستكون البداية حول أبرز المشاريع الاستراتيجية التي استفادت منها الولاية في مجال الطاقة. شكرا لهذا السؤال الوجيه. من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي استفاد منها ولاية نعامة في قطاع الطاقة في السنوات القليلة الماضية هو عندنا محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية. الأولى محطة إنتاج الكهرباء بسعة 1163 ميجا وات بتوليد إقليم بلدية المنشرية. هذه المحطة اللي أنشأت في الريزو ناسيونال، وين عندنا مباشرة خطوط كهربائية مع الولايات، بعد راح نكلمك عليها، الولايات المجاورة لولاية نعامة. كذلك عندنا محطة لإنتاج كهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بسعة 20 ميجا وات بمكان مسمى سدة الغزال بإقليم بلدية نعامة. وكذلك عندنا مركز لنقل الكهرباء 220 60 كيلو فولت. دونك كل هذه المشاريع جد هامة على مستوى ولاية نعامة. كذلك ما يخفاش عليك، عندنا مشروع مستودع لتخزين الوقود لأحد المستثمرين، تخزين سعة الوقود اللي هنا عنده بسعة 5000 متر مكعب، لأنه ولاية نعامة لا تحوز على مركز لتخزين وتوزيع الوقود، حيث أن تزويدها بالمواد البترولية يتم انطلاقا من مستودع براشد ولاية سعيدة، وبالتالي عند حدوث أي انقطاع على مستوى الطريق الوطني رقم 6 ينعدم مخزون الولاية من هذه المادة الأساسية. لذا رانا نفكروا باش نرافقوا بهذا المشروع الاستثماري لأحد الخواص، وين نسبة الأشغال تقارب 75%، والأجل الزمنية المرتقبة باش يدخل هذا المستثمر لدخول حيز الخدمة نترقبه خلال السداسي الثاني لسنة 2024. نعم، جيد. بالنسبة للمشروع الواقع ببلدية المشرية والذي يعد من أضخم المشاريع المنجزة في مجال الطاقة في الجزائر، هذا المشروع إنتاج الكهرباء. نعم. إنتاج كهرباء المحطة هذه المتواجدة بتويرزة بلدية المشرية. نعم. هذه سعتها تقريبا 1200 ميجا وات. دونك هذا اللي دخلت مؤخرا، هذه المحطه اللي دخلت في 2020 دخلت في الخدمه. هنا عندنا تصدير الطاقه الكهربائيه، لانه عندنا خطوط كهربائيه ذات توصل عالي ما بين 400 كيلو فولت الى 60 كيلو فولت. عندنا مباشره الارتباط مع الخطوط الكهربائيه مع واد الابطال وولايه معسكر، عندنا سيدي علي بوسيدي هذه في ولايه بلعباس، عندنا كذلك خطوط كهربائيه 220 كيلو فولت مع ولاية سعيدة مع ولاية بشار، وكذلك عندنا خطوط كهربية 60 كيلو فولت مع الأبيض سيدي الشيخ ولاية البيض. دونك هذه المحطة جد استراتيجية، وهي راهي تقدر تقول باللي راهي تقدر تقول المرتبة الثانية على المستوى الوطن، وذلك لسعة الإنتاج تاعها. وهذه هذه المحطة هذه يعني تم كان المستثمر الشريك نتاعنا هنايا كان المجمع سامسونج لدولة كوريا، هما اللي قاموا بالإنتاج تاعها مع بعض الشركات المناولة. نعم، مشروع الطاقة الشمسية بولاية نعامة حقق نتائج باهرة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة. ما هي آفاق مثل هذه المشاريع بالولاية؟ احنا فيما يخص انتاج الطاقات النظيفه والمتجدده والمستدامه، احنا عندنا حاليا اللي راهي مستغله، عندنا محطه لانتاج الطاقه الكهربائيه بسعه 20 ميجا وات، هذه اللي قلت لك عليها سابقا، وهذه راهي دخلت في الخدمه منذ سنه 2016 اللي تشغل حوالي اكثر من 35 عامل. اما فيما يخص افاق الاستثمار في الطاقات المتجدده على المدى القصير، احنا عندنا في اطار البرنامج الوطني الذي اطرته الحكومه لصالح سونالغاز بسعه 15000 ميجا وات، استفادت ولاية نعامة من سعة إجمالية تقدر ب 190 ميجا وات موزعة كالآتي. عندنا هنا في بلدية في على مستوى إقليم بلدية نعامة اللي هي مقر ولاية نعامة استفادت من محطتين، الأولى بسعة 100 ميجا وات والثانية بسعة 40 ميجا وات. أما الثالثة فاستفادت منها بلدية ودائرة العين الصفراء
بسعه 50 ميجاوات. احنا هذو هذه المحطات التنصيب والاقتناء نتاعهم، فاحنا خرجنا احنا كلجنه ولائيه قمنا باختيار الارضيات المطلوبه، والارضيه المطلوبه لازم تكون قريبه من شبكه النقل صديره فور ليفوكياسيون دال لينيرجي برودويت، كذلك قريبه لسهله الوصول ليس بها اي عوائق. اذا الارضيه المطلوبه من طرف مجمع موسون الغاز متوفره. بالنسبه لمناطق الظل، هل استفادت من هذه المشاريع ام لا؟ مناطق الظل هنا كل المناطق الظل تم التكفل بها فيما يخص الربط بالكهرباء والغاز، حيث ان كل مشاريع الربط بالكهرباء والغاز لمناطق الظل مدرجه ضمن القائمه ما بين وزاره الداخليه وسونغاز منتهيه ومشغله 100%، حيث تم الربط بالكهرباء ل 18 منطقه الظل، وتم ايصال اكثر من 430 منزل، اي حوالي 1845 نسمه استفاد من هذه الطاقه الحيويه. اما فيما يخص الربط بالغاز الطبيعي، على سبيل المثال منطقه الظل تم تسجيلها واستفادت بالايصال بالغاز الطبيعي، اي ما تم ربط ما يفوق 2100 منزل، اي حوالي 9120 نسمه استفاد كذلك من هذه الماده الحيويه. وكل المناطق الظل هذو تم ربطهم وراهم مشغلين ومستفادين بهذه الطاقه الحيويه، يعني بما يخص الكهرباء والغاز. سيد رضا، ما هي الدوافع التي شجعتكم على الاستثمار في مجال الطاقه بولايه عامه؟ شوف، فيما يخص الاستثمار في الطاقه، الطاقات النظيفه والمتجدده، احنا هنايا اولها باش نعاود نزيد نذكرك ان هذه المحطه تاع انتاج الطاقه الكهربائيه 20 ميجا وات بسدره الغزال، هذه قام بالانجاز نتاعها هو الشريك الالماني بيليكتريك، هذه شركه المانيه. احنا هنايا في الولايه العامه هذه تقع في الجهه الغربيه من الهضاب العليا، صدير الاشعاع الضوئي للريور سولار متوفر بصفه عاديه، وكل الصدر كل المتطلبات متوفره، يعني بما فيها القطاع الارضيه. نعم نعم رضا هني، مدير طاقه والمناجم.